آخر تطورات الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي. حفيدة رجاء الجداوي تكشف هذا ما حدث حين التقينا الملكة رانيا صدفة. حالة رجاء الجداوي الصحية أنباء حزينة والإحباط يصيب المعالجين. فنانون مصريون يحكون تجاربهم مع كورونا. ماذا عن رجاء الجداوي؟ السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين لرجاء الجداوي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. مصدر طبي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي بعد 23 يوما في العزل. كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير رجاء الجداوي بعد قضايا 23 يوما في العزل الصحي بأبو خليفة بعد دخوله المستشفى فجر ليلة العيد الموافق 24 من مايو الماضي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وقال المصدر الطبي لليوم السابع أن الفنان رجاء الجداوي ما زالت داخل الرعاية في الدور الأول لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، وما زالت على جهاز السيباب ودرجة حرارتها 37 ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميا ما بين 98 و 97 والضغط والنبض مستقرين، مشيرا إلى أن حالتها النفسية السيئة هي سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن. وأضاف المصدر الطبي أن حقنها بمصل البلازما مؤخرا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بوزارة الصحة والسكان لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرا إلى أن جهاز السيباب التي تتواجد عليه الفنانة القديرة هو سبب استقرار حالتها وعدم تدهورها. وأكد المصدر الطبي أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت منذ دخولها المستشفى تحليلين، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والآخر عقب حقنها بمصل البلازما بيومين وظهرت أيضا نتيجته إيجابية. وتستمر رجاء الجداوي في العزل الصحي بالإسماعيلية لليوم 23 داخل مستشفى أبو خليفة، وكانت قد أجرت أول تحليل لها في رابع يوم من دخولها العزل الصحي وظهرت نتيجته إيجابية، ثم تدهورت حالته الصحية بعد أسبوع من دخولها العزل لتنتقل إلى العناية المركزة حتى الآن. وصاحب دخول الفنان الكبير رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. والفنان رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر عام 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرنسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرية في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن. حالة رجاء الجداوي الصحية أنباء حزينة والإحباط يصيب المعالجين. تستكمل الفنان رجاء الجداوي بروتوكول علاجها من فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، ولم تعد بعد لمنزلها بعد أن أظهرت المسحة الثانية لها بعد حقنها ببلازما المتعافين استمرار إصابتها بالفيروس، مما تسبب في إحباط الفريق المعالج. وقال مصدر طبي من أسرتها إن الفنان رجاء الجداوي ما زالت موجودة في المستشفى بالإسماعيلية وما تردد عن تحسن وضعها الصحي ليس حقيقيا، إذ جاء نتيجة المسحات التي تم تحليلها بعد حقنها ببلازما المتعافين إيجابية وأن فيروس كورونا لم يغادر جسدها. وأضاف المصدر أن رجاء الجداوي في غرفة الرعاية المركزة وتعاني ضيقا شديدا في التنفس، وحالتها لم يطرأ عليها تحسن منذ أسبوع. واختتم المصدر حديثه بأن الفريق الطبي المشرف على علاج رجاء الجداوي أصابه الإحباط بعد نتيجة المسحات الأخيرة، إذ كان يعلق أملا كبيرا على استجابته لبلازما المتعافين. اذكر أن الفنان رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في الرابع
20 من مايو الماضي، مما استدعى نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة. وولدت رجاء الجداوي في عام 1938، وبدت حياتها عارضة للأزياء، ثم انتقلت لعالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها الفنية دعاء الكروان وبوبوس ومعسكر البنات وحدوتة مصرية. وكان مسلسل لعبة النسيان الذي عرض في رمضان الماضي آخر أعمالها الفنية. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي: أمي وجمدي ورجعي زي الأول. وجهت رضوى هندي حفيدة الفنان رجاء الجداوي رسالة مؤثرة إلى جدتها الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها فخورة بها وتعتبرها قدوتها في الحياة. وقالت حفيدة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك منذ قليل: عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين وقابلنا ملكة الأردن الملكة رانيا، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف. وأضافت حفيدة رجاء الجداوي: مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة، لكن المستحيل ان ما كنش فخورة بيكي وانك تكون قدوتي. امي وجمدي ورجعي، لانه لسه في كتير نفسي اتعلمه منك. عمري ما هكون زيك، عشان انا قلتها قبل كده وبقولها تاني، اللي زيك ما يجيش مرتين. يا رب قادر على كل شيء، تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير، انت عليم بكل شيء. واصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلت الى مستشفى العزل بالاسماعيلية يوم 27 من رمضان الماضي، بعد انتهى تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي أذيع في رمضان الماضي. ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك، وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوي مطلع السبعينات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 مارس عام 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة، لا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من شاب رجل أعمال محمد هندي، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة. كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى. الفنانة رجاء الجداوي من وليد 6 سبتمبر عام 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرنسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بأحد الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرية في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها بعد البلازما ونتيجة آخر مسحة. كشفت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي اليوم الأحد عن تطورات حالتها بعد حقنها بالبلازما ونتيجة آخر مسحة لها. وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في تصريحات لموقع مصراوي: إن الوضع الصحي لوالدتها على ما هو عليه، إذ ما زالت تتواجد في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية على جهاز السيباب، جهاز تحسين التنفس. وأضافت: ما فيش أي تطور في الحالة، ادعوا لها، هي محتاجة الدعاء جدا. وبسؤالها ظهرت نتيجة المسحة التي أخذت من والدتها بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا، أجابت: المسحة طلعت إيجابية للأسف، البلازما ما كانش لها الحظ فيها حقيقي. وأشارت إلى أن الأبحاث الخاصة بالبلازما وحقن المرضى بها أثبتت نجاح نسبة 80%، والعشرين لم تنجح معهم. وتابعت: الموضوع ده نصيب، متمنية أن يمن الله على والدتها بالشفاء. وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي 19 يوما داخل العزل الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهاء من تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي وذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك. تطور جديد في حالة الفنان رجاء الجداوي ولم تغادر العناية المركزة. شهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي خلال الساعات الماضية تحسنا كبيرا، حيث أصبحت قادرة على الحديث مع من حولها، إلا أنها لم تغادر غرفة العناية المركزة حتى الآن. وأكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل أن طول فترة إصابة الفنانة بالفيروس قد يرجع لعدة أسباب، منها قوة الفيروس ومهاجمة الجهاز المناعي بشراسة، خاصة وأن الفيروس في الأساس يحارب مناعة الجسم، بجانب عامل
تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج بحسب صحف مصرية. وأشار المصدر إلى حصول رجال جداوي على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين، ولكن العلاج بالبلازما لا يزال في مرحلة التجربة، وقد تختلف نتائجه طبقا للحالة المصاب، وقد تختلف ولان أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب إصابة الطبيب المعالج للرجال الجداوي بفيروس كورونا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.